الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فمن مديرية أواف الجيزة نقوم بتوزيع الزي الأزهري كاملا، الكبولة والعمامة، ويمكن للمرة الأولى في تاريخ الأوقاف تأتي هذه النوعية من الزي وهذه الخامة، ويتسلم الإمام الزي كاملا كبولة وعمامة. وفي الحقيقة يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا في هذه الفترة بنحس بكرامة الإمام والاهتمام بالإمام، سواء في الناحية العلمية بالكتب التي تم توزيعها والتوعية والدورات التي تعقد في تخصصاتها، وطبعا منها الأكاديمية اللي حضراتكم بتشوفوها أو عارفينها وممكن البعض منكم حضر فيها، أو الاهتمام بالناحية المادية. ونبارك للأئمة الزملاء أصحاب الماجستير والدكتوراه والدبلومات اللي هم امتحنوا ونزلت أسمائهم، وإن شاء الله يتم الصرف ليهم اعتبارا من 1/1/2021 إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والباقيين إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في ما يقدمون عليه من المرحلة التمهيدية للماجستير إلى غير ذلك، في تشجيع الناس على أن يوصلوا العلم. والعلم كما تعلمون ليس له سن معين أو سن محدد أو وقت محدد. كذلك الاهتمام بالإمام من ناحية الشكل والمنظر وتوزيع هذا الزي كما قلنا عليه إن شاء الله بإذن الله. ففي الحقيقة نحن نشهد يعني فترة فارقة في مرحلة الدعوة في الاهتمام بالأئمة والدعاء. والنهاردة بنوزع 100 كبولة و100 طربوش على أئمة أوقاف الجيزة اليوم إن شاء الله بإذن الله، الاثنين الموافق 7/12/2020. سنبدأ إن شاء الله بالتوزيع.